يسجل الهدف الثالث بعد المجهود الكبير اللي قام به في هذه المقابله. مارك موسوفا يجني ثمار هذا المجهود ويسجل الهدف الثالث. اذا ثلاث اهداف مقابل هدف لصالح المنتخب الوطني المغربي نتيجه الثلاث اهداف. نلاحظ الاعاده تسديده مارك موسوفا صعبه على جوما كافيجا. جوما لاحظوا ثلاث اهداف مقابل هدف نتيجه ايجابيه وبطريقه جميله. اذا منذ قلت تبع لهذا اذا محاوله الان